السلام عليكم. احنا رانا من ولاية مسيلة وحاضرين من الجمعة الأولى من جنب الفجر إن شاء الله، عندنا 10 جمعات احنا هنا إن شاء الله. المنقري حقق بعض المطالب أنه الرئيس راح عنده صراحة وكذا، ولكن المطلب الرئيسي احنا يطلبنا به يروح النظام ككل، المنظومة الفاسدة هذه اللي قال عليها الناطق الرسمي حزب التصوير حزب الأرندي سيد الشهاب، قال نظام وتطبيق هذا نظام سرطان، لازم هذا النظام السرطان هذا لازم يروح. لأن الشباب اللي ما راح بدوي بزاف، قائد الجيش نفسه جاي صالح قال لك هذه عصابة سماها عصابة، العصابة هذه مازال فيها بدوي، بن صالح المجلس الدستوري هذو كاع عينهم بوتفليقة مازالوا يحكوا. أنا يا كيفاه نروح في انتخابات بحق جويلي ورئيس الحكومة هو بدوي تاع التصوير هو اللي كان يصور يزيد يشد الانتخابات، فاقد الشيء لا يعطيه ما يعطينيش أنا ينبعك انتخابات شفافة، إنسان موسخ كان يصور. هذه هي نرى الله في الوسط من صالح قايد صالح، بما انه مجاهد قايد صالح هذا مجاهد وشارك في حرب حرب الجزائر اول نوفمبر وحرب الاستعمار الفرنسي هذا، كيف قدوه التاريخ يقرا انه واحد مروكي ذات اصول مغربيه جت الجزائر، كيف احنا قدوه اولادنا واحفادنا يقراوا باللي واحد مروكي جت الجزائر، مالكي راك انت راك كمجاهد خرج المستعمر الفرنسي قدوه التاريخ تاعنا يقرا باللي جاء بن صالح جد أصول مغربية جد الجزائر حتى المنطق ما يقولش ما دام عندك جزائر وحررت الجزائر من المستعمر الفرنسي زيد حرر الحزالات من النظام الفاسد هذا. حتى ماهوش مغربي يبقى فرد من أفراد العصابة يا بن صالح ديقاش إن شاء الله ماناش حابسين ان شاء الله حتى تروح هذه المنظومة الفاسدة.